Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Dalam acara majlis awal pertemuan latihan berjari kita itu. Kalau sebagai pembawa susunan acara akan menyusun susunan acara sesuatu. Acara pertama yang kita itu pembukaan yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Solihin. Acara yang kedua pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Syukron. Acara yang ketiga kita itu selamat datang yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Nurul Hidayah. Acara yang keempat yang kita itu penutup setiap doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Farisal. Dengan berikan waktu bila kita memulai acara ini kepada Al-Ustaz Sobhi, waktu dan tempat kami persilakan. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى كل شيء أعطيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتيت من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدنيا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جلد وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وآية له الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وزرعنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ثابت النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا هبتنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئة واحدة تأخذهم وهم يجسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا منكرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سهل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون شاء لطمسنا على
مؤمنين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان هيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
Haris. Baca. Ayo nyareng sebelah. Nyareng Haris. Aduh, ada Faris. Seganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Thank you.
你这是你那个皮肤了吗？
Surah Al-An'am selesaikan dulu tadi. Lihat siapa apalagi lagi kalau mau baik. Thank you.
Thank you.
Gracias.
Hello.
Thank you.
حي ست زينا mobil api to nyelakane agak are mobil api to mongko daerah ngono ora iki Thank you.
keluar. Jaga tinggi turun putih. Jaga tinggi Thank you.
jalan cocok banget, cocok 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 sangat sangat ayo orang ayo 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 bro tukar bro
Thank you.
Thank you.
Thank you.
dribble saya kan. Katanya terlalu awal panas gitu. Cuma dikit. Iyalah. Salamullah salamullah.
Ijinkan ayah, ijinkan bapak.
Thank you.
Ini dorengin, 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 ini dorengin,